بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه سلسلة التناصح والتواصل لما ينشر في وسائل التواصل. طبعا في مقطع الآن يعني وصلني في 7 دقائق بعنوان الصلاة الصديقية. جالس أحد الناس من أهل الشام وهو يتكلم ويقول عندنا شيء اسمه الصلاة الصديقية، سترون في المقطع ملحق بهذا التسجيل إن شاء الله عز وجل لننتبه لمثل هذا. يقول هذا اسمه الصلاة الصديقية نسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان يصلي بهذه الصيغة وجالس يحفظها للحاضرين في المسجد. ماذا تقول هذه الصيغة؟ يقول الصيغة فيها كالآتي: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك يسوق قصة، يقول أن في أحد الناس من التجار من حلب ذهب إلى الحج وكان مولعا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وبينما هو في المدينة ورأى النبي في الرؤيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني دلني على أفضل صيغة تحب أن أنا أصلي بها عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال له تروح للشيخ الفلاني في المسجد الفلاني كما ستسمعون في هذا المقطع، وتقول له إيش الصيغة اللي أنت بتصلي بها على النبي، والعلامة أنك أنت بتصليها في كل يوم 1000 1000 مرة، دي الصيغة اللي أنا بحبها من الذين يصلون عليه. نقول يا أخي سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذه القصة فيها مجموعة من المآخذ والبدع، نسأل الله السلامة والعافية. أولا يا إخواني، هذا كذب، ما في شيء اسمه الصلاة الصديقية. ولذلك كما روى مسلم في كتاب المقدمة لما انتشر الوضع قلنا لهم سموا رجالكم، ويقول ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، روى مسلم في كتاب المقدمة. وقال ابن الترمذي عن ابن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. وقال الترمذي في الشمائل عن محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم، إلى غير ذلك أيها الكرام الفضلاء. ولذلك هذه أمة الإسناد والأنساب والإعراب. فهذه قصة مكذوبة، فلم يرد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما يسمى بالصلاة الصديقية. هذا رقم واحد. الأمر الثاني، هناك كتاب كامل وماتع وجليل اسمه جلاء أو جلاء، بالفتح والكسر لغتان للجيم المعجمة، جلاء الأفهام أو جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم الجوزية، أي يجلو لك الفهم ويبين لك ما فيه من الغشاوة وما فيه من الران. وجمع قرابة 600 حديثا وأثرا ونيفا في ما ورد عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما صح منها وما لم يصح. والصحابة دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا، وعلمهم الصيغة الإبراهيمية التي نحن نقولها في صلاتنا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، إلى غير ذلك. 6 7 صيغ موجودة في الصحيحين وفي كتب السنن والمسانيد تصح فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد فيها سيدنا أبدا. حتى شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه لما كان يشرح في فقه الصلاة قال: والذي يقول سيدنا في الصلاة فهذه بدعة. نعم، لأن النبي ما قال قولوا سيدنا في غير الصلاة، يعني أهل العلم يتساهلون، هو سيد ولدي آدم، لكن في الصلاة النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة الإبراهيمية ركن في الصلاة في التشهد الأخير، على خلاف بين أهل العلم، من قال أنها ركن، من قال أنها واجب، من قال أنها مستحب، إلى غير ذلك. وعند الشافعي أنها ركن، وكذا رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. فهذا رقم واحد، وهذا رقم اثنين. الثالث أيها الكرام الفضلاء، أن هذا الدين لا يقام بالرؤى المنامية، هذا منهج أهل البدع عافانا الله وإياكم. هم الذين يعتمدون في دينهم على الرؤى المنامية: النبي جاني وقال لي كذا، النبي جاني وقال لي كذا عليه الصلاة والسلام. وهذا يقدح في النبوة والرسالة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام لعمر: آية لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم جمعة يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى. ولذلك يقول الإمام مالك بن أنس: ما لم يكن في عهد النبي دينا فليكن في عهد غيره دينا عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى جمال الآية القرآنية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فما كمل لا يحتاج لزيادة من أحد. فالدين قال أكملت، والنعمة قال أتممت، لأن التمام يأتيه نقص وتبدل وتغير، أما الكمال خلاص، الكمال هو الكمال، ما بعد الكمال إلا النقص والبدع التي تأتي من هنا ومن هناك. الأمر الرابع أو الخامس أيها الكرام الفضلاء، أن النبي اختص هذا التاجر أيا كانت جنسيته أو كانت قوميته، هذه ليست أمرا ذا بال في حوارنا هذا، يختصه بشيء لم يختص به الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأجر العظيم قد منع شيئا من الدين ومنع شيئا من تبليغ الرسالة. وهذا قادح. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: ما من طائر في السماء إلا عندنا منه خبرا. ويقول سلمان لليهودي: أعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء؟ أكرمكم الله، يعني قضى الحاجة. قال: نعم، علمنا نبينا كل شيء حتى الخراء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالدين لا يأخذ من الرؤى والمنامات كما هو إجماع أهل العلم. يقول الإمام السبكي رحمه الله: وإن والدي يقول إن أفضل صيغ الصلاة الإبراهيم على النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الإبراهيمية التي ارتضاها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وارتضاها النبي لأمته أن يقولوها، وجعلها في أعظم الأركان. وهو فين؟ وهو في داخل الصلاة، أي أن الإنسان يكون في داخل الصلاة يقول مثل هذه الأمور. فنقول هذه قصة تالفة، قصة فاسدة أيها الكرام الفضلاء، ورواية تالفة موضوعة وفيها كذب، وإني أحذر من الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال: ومن روى عني حديثا يعلم أنه كذب هو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكذابين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فلذلك دونكم أيها الكرام الفضلاء القدح المعلى من اتباع أهل السنة والبعد عن هذه البدع وعن البعد عن مثل هذه المقاطع. نسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يهدي ضال المسلمين وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما توفيقا وسدادا ورشادا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، من كان حيا اطلع على الطعام، من كان ميتا فجر مثواه جناتك جنات النعيم. وأنصح بكتاب جلاء الأفهام بفضل الصلاة والسلام على خير الأنام، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إيش رأيكم نحمل وصية من النبي عليه الصلاة والسلام؟ علمونا الصيغة الصديقية للصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني لا يمكن أن يسمع إنسان هذا الكلام وهذا المدح ولا يهيج قلبه شوقا إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة الصديقية هدية من سيدنا أبو بكر الصديق، وهو أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول: لو أني كنت متخذا أحدا من الخلق خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، بيد أن صاحبكم خليل الرحمن. فالذي منعه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ سيدنا أبا بكر خليلا أن الخلة سبقت في قلبه لله عز وجل. سيدنا أبو بكر الصديق يقول: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان من ألهمه الكلام، يعني ما في ألذ ولا أطيب والله أعلم من كل صيغ الصلاة على النبي وكلها طيبة، لكن من هذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. هي إلى قصة، هي الصيغة سمعتها لما كنا في الكلية في الخلوة، خرجنا من الكلية دخلنا خلوة 40 يوم، فسمعني إياها واحد من أهل الشام، مع أنه القصة عن تاجر حلبي، أو الواحد من تجار حلب راح على الحج، بعد راح على المدينة وكان مولعا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيك في المدينة المنورة رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا وفي المدينة وفي الروضة الشريفة، فقال: يا رسول الله بدي طلب.
انا محيطط في نفسي لما بدي اشوفك بدي اطلب هالطلب. قال له اطلب النبي عليه الصلاه والسلام، قال له اريد صيغه اصلي بها عليك تحبها مني، تحبها مني. في اذا طلب الواحد طلب غالي احيانا بدك تشغله لياخذ هالطلب. لما سيدنا ربيعه طلب صحبه النبي عليه الصلاه والسلام ومعيته، قال له اعني على نفسك بكثره السجود، لانه طلب طلب غالي فبده يشتغل، وهذا طلب طلب غالي بده صيغه بحب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قال له تذهب الى دمشق في جامع فيه اسمه الاكرم. هو منين؟ من حلب. تروح على دمشق في جامع اسمه الاكرم، فيه شيخ اسمه الشيخ عبد الرؤوف الاسطواني رحمه الله، بتقول له علمني الصيغه التي تصلي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بيقول لك هي الصيغه انا بحبها منه، وما راح يعلمك اياها لتعطيه علامه. تعطيه علامه انه بيصلي علي فيها كل يوم 1000 مره، هي العلامه. فمباشره ما لحلب لدمشق على الجامع الاكرم، فقال له انا ببشرك انه النبي عليه الصلاه والسلام يهديك السلام، وقال طلب منك تعلمني الصيغه اللي بتصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له اي صيغه؟ قال له في علامه. قال له ايش العلامه؟ قال له العلامه انك تصلي فيها كل يوم على رسول الله 1000 مره عليه الصلاه والسلام. فبكى الشيخ وقال والله زوجتي الى جنبي 5 سنوات انا مواظب على هذه الصيغه، ولا تعلم زوجتي بالصيغة، وهي جنب مني قبل النوم ما بتعرفها. ووصلت إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك وقد أرمت يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء، فاسمك بنعرض عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلان صلى اليوم عليك 10 مرات يا رسول الله، فلان صلى عليك 100 مرة. الصيغة لازم يعني مثل ما كان يعمل شيخنا نسكر الباب ما حدا يطلع حتى نحفظها كلياتنا، او نكتبها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه، وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه، وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. في عنا قلم شنيار اللوح، جيب لنا قلم اكتبوا لنا اياها على اللوح هون الله يرضى عليك. اللي بحب من الاحباب يصور على الموبايل او حدا يكتب له اياها. اي الله يجزيك خير. تفضل تفضل الله يجزيك الخير، ان شاء الله في صحيفتك شريك معنا. شر هي القلم، فاللي ما حفظه وبده اياها بس يلا بعدي بيلقط صوره بايش؟ بالموبايل. بعد منا بيحيي عن سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، واتحفني الله واياكم برضاه. سلام.